مساكم الله بالخير. اليوم عندنا تشيت ميل برعاية منو؟ شنو كنت بقول؟ إيه عندهم صمونتين أو طالب منهم باكيت ميديوم وطالب شاورما ربس. تصدقون؟ خلينا نجرب شاورما ربس. لا 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 بورية. قاعد تشوف؟ شوف بورية. طعمها غريب بس حلو، ما ادري اذا قاعد تشوفون ولا لا. صوصاتها حلوه بها. مشكلتي بالتصوير وايد سريع بالاكل، فما اعرف اجمع بين التصوير والاكل او انشغل بالاكل اكثر من التصوير. كيجن فرايز مالهم لذيذه. مع التب الحلو هذا براسها ريحة قوية. يعني هي قاعد تقول لي سوي فقرة الساحر بس ما بخرب عليكم الفيديو، ما يمنع نجرب السويت بوتيتو مبكر. حس هذا اللي يبيلك. anyways نبي نجرب المعبوش مالك. ما شاء الله، شوف صج معبوش ولا هني معبوش؟ هاي كنا اذا ماني غلطان طعم هني وايد. ظاهرون البرجر يبيلك تاكل اربع. واو طعم الهني وايد طاغي. معبوش فيها كذي خفيف. مهم يعني صراحة هذول الثلاث شوي ما يشبعون، واعتقد قبل لنا محطة ثانية. تشاو تشاو تشاو. توهم بطلين محل جديد بكويت سيتي مقابل والله هناك توبوز. شوفوا انا يعني طلعت شاني هني على طول، لقيته قلت اجربه، جيت نكمل باجي الشيت ميل هني. فراح نقعد عندهم برا ونجرب الوجبات. طلبت منهم ستريبس 6 قطع سبايسي تشاو، فتايل صغيرة الكبر ما ادري اذا تبين، بس هذا وجهي غطيته المفروض انها تبين. شوف بسم الله. هاي مجربة من قبل باليرموك بس الحين جاي فرحهم الجديد. كمل باجي التشيز ميل مالنا. اعتقد اللي كليته كانت السبيشل ما كانت السبايسي. اي هذه السبايسي هاي. شكلها يشلوط طالع تكفى. بعد طبعا هاي فتايل احس اذا الواحد جربهم يعني إذا هاي تاكل تيت ميل يعني يمكن تطيق لك 8 12 يلا ترتاح. أو تجي تجرب البرجر مالتهم. أنا طلبت السبايسي شكلها حلو صدق، يعني فيها وزن
بس صوص مؤج. أنا بتليفوني كده بصور صور بس. هذا هو الانسولين عندي. هذه الستريبس مالتهم. اوه حوا